صلى الله عليكم. تقول: سمعت أن الإنسان الذي ينام طاهرا تكون روحه تحت العرش وله أجر، فهل المرأة الحائض إذا توضأت يكون لها ذلك الأجر؟ هذا بهذا اللفظ لا أعرفه، لكن السنة أن الإنسان ينام على طهارة، هذا هو السنة. والجنوب إذا أراد أن ينام وهو لم يغتسل فإنه يتوضأ عند النوم ليخفف الحدث، هذا في حق الجنوب. وإذا فعلته الحائض فلا بأس، لأن هذا يخفف عنها الحدث. نعم.